كلمته كانت واضحه مثل ما انا دعمت سيدا بدي ادعم ايران. فتحنا ابواب اللهيب، ابواب جهنم على البلد. اهلا بكم الى الصباحيه من تلفزيون مستقبل وفيها. بلغت الكل تحيات رئيس سعد الحريري وكلمته كانت واضحه مثل ما انا دعمت صيدا بدي ادعم طرابلس. النائب بهية الحريري تعلن من طرابلس الجريحه عن يوم وطني جامع في الاول من ايلول. ما بيستحق هالثمن البابل، ما بيستحق يقعدوا سوا على طاوله يدعوا الى قام رئيس الجمهوريه. تعز مشتركة لأهالي الشهداء ومسيرة صامتة ترفض انجرار طرابلس إلى الفتنة. واشنطن تشكك بمصداقية سوريا حيال زيارة المفتشين إلى الغوطة، وروسيا تحذر الغرب من ارتكاب خطأ تاريخي. صباح الخير. قبل الدخول في تفاصيل هذه العناوين نشير إلى أنه عثر خلال الساعات القليلة الماضية على عبوة معدة للتفجير أمام مبنى تلفزيون الان بي ان في منطقة الجناح، عملت القوى الأمنية على تفكيكها. وأشارت المعلومات إلى أن زينة العبوة تبلغ كيلوغراما ونصف من المواد المتفجرة كانت موضوعة داخل حوض الأزهار وقد اكتشفها حرس المبنى. القوى الأمنية التي حضرت إلى المكان معززة بكلاب بوليسية عملت على مسح المكان للتفتيش عن عبوات أخرى. بتصميم المنتصر وإرادة المتواضع تلملم طرابلس جراحها بعدما أرادها الإرهاب المجرم أن تنكسر، وهي ردت بتأكيد أن طرابلس لن تنجر للفتنة. عاصمة الشمال التي تحولت إلى ورش عمل على مدار الساعة لرفع الأنقاض من موقعي التفجير تلقت زيارة تضامنية من النائب بهية الحريري التي أكدت أن ما شهدته طرابلس هو صورة متنقلة للنيل من لبنان، كاشفة عن مبادرة من الرئيس سعد الحريري لتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين جراء التفجيرين الأخيرين. وأعلنت عن إطلاق يوم المواطن الكبير في دولة لبنان الكبير في الأول من أيلول. إلى مدينة طرابلس التي أطلقت منها مبادرة يوم المواطن الكبير قبل حوالي الشهر، توجهت النائب بهية الحريري في زيارة تضامنية يرافقها فيها مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان ومنسق عام تيار المستقبل في الجنوب ناصر حمود ورئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف. الحريري استهلت جولتها بتفقد منزل اللواء أشرف ريفي مقابل مسجد السلام الذي استهدف بأحد التفجيرين الإرهابيين، حيث هنأته وعقيلته بالسلامة واطلعت منهما على الأضرار التي لحقت بمنزلهما جراء هذا الاعتداء، ثم تفقدت موقع الانفجار والمسجد. بعد ذلك زارت النائب الحريري واللواء ريفي والوفد الصيدوي المرافق إمام مسجد التقوى الشيخ سالم الرافعي، كما زارت النائب بهية الحريري والوفد المرافق بالإضافة إلى اللواء ريفي منزل النائب سمير الجسر، حيث عقد اجتماع ضمهم إلى المنسق العام لتيار المستقبل في الشمال مصطفى علوش في حضور عبد الغني كبارة، وتم عرض الأوضاع في المدينة في أعقاب التفجيرات الأخيرة، ومن ثم انتقلت الحريري إلى منزل النائب محمد كبارة. كما زارت النائب الحريري مستشفى الهيكلية وتفقدت جرح التفجيرين برفقة النائب قاسم عبد العزيز. النائب الحريري عادت إلى أمام مسجد السلام حيث أطلقت مبادرة اليوم الوطني الجامع في الأول من أيلول المقبل. يعني بلغت الكل تحيات رئيس سعد الحريري وكلمته كانت واضحة مثل ما أنا دعمت صيدا بدي أدعم طرابلس نفس الطريقة ونفس النمط، وطبعا مع البلدية مع المجتمع المدني مع الشباب مع التيار، يعني كله بصير في لجنة مكونة من الناس الموثوق فيها وأنتوا بتعرفوهم ليصير في مساعدة سريعة للأهالي اللي تركت بيوتها واللي ظهرت والمؤسسات اللي خربت، اللي أنا عم شوفه هو مشهد واحد
اللي هو إرادة الجريمة ما بتكون يعني ما بتفرق عن بعضها. انت عم تشوف المنظر هون كأني شايفة عبرة، كأني شايفة الضاحية، كأني شايفة الجرائم كلها اللي صارت من 2005 لليوم. بس لاحظتوا انتوا انه اللبناني ما بده يرجع لورا. لما جيت على طرابلس اطلقت شيء اسمه يوم المواطن الكبير في دورة لبنان الكبير. الحقيقة بعد احداث طرابلس واحداث الرويس فكرت اني يعني حسيت مش وقتها، بس بعد ما شفت فخامة الرئيس امبارح بكلمته الجامعة والوطنية شعرت انه لا، لازم نحن فعلا يعني نعتبر فخامة الرئيس هو المواطن الكبير في دولة لبنان الكبير، وبده يسمحنا فخامة الرئيس نتمنى عليه وعلى إدارات القصر الجمهوري يدعو اللبنانيين المنتجين بكل القطاعات الزراعية والصناعية والاقتصادية والنقابية والتعليمية والصحية والجامعات والمستشفيات كلها سوا لتوقف وقف وطنية بواحد أيلول، لنقدر فعلا نبعث رسالة اطمئنان لأهل طرابلس ولأهل الضاحية ولكل اللبنانيين أنه لا، في إرادة حقيقية، في مسؤولية جامعة لبقاء لبنان. الجريمة صارت جريمة واضحة، يعني منا جريمة مخبية، وكل من يقوم بهذه الجريمة وبيستهدف البلد بشكل كامل. بتقلي لما اغتالوا رفيق الحريري بيستهدف صدف لبنان، لما بتصير المتفجرتين الإرهابيتين بطرابلس عم يستهدفوا صيغة لبنان، رسالة لبنان. لما استهدفوا الرويس استهدفوا هذه الصيغة أيضا، يعني آن الأوان أنه يعيشوا اللبنانيين بأمان وبسلام، لأنه ما في فرادي ولا في أهمية أكثر من هالإرادة اللبنانية بالعيش معنا. الحريري أشارت إلى أن اللبنانيين ملوا التصريحات والبيانات والشعارات، لأن لا شيء يرد لهم ما فقدوه، إلا أن الإيمان والإرادة بلبنان راسخة ومتجذرة. النائب الحريري انضمت إلى اجتماع عقده عدد من نواب طرابلس ومنسقو تيار المستقبل في الشمال، انتهى إلى بيان أكد اللابديل عن الدولة ورفض منطق الأمن الذاتي، ودعا القوى الأمنية إلى عدم التهاون مع العابثين بالأمن. فيما لا تزال طرابلس تحاول التعالي على الجراح، تتواصل الدعوات من أجل الهدوء والعودة إلى الدولة والدولة فقط، وهو الأمر الذي أكدت عليه منسقيات تيار المستقبل في طرابلس والشمال بعد اجتماع لها في مقر تيار المستقبل في المدينة. شارك فيه النائبان سمير الجسر وبدر والنوس، وانضمت إليه لاحقا النائب بهية الحريري. المجتمعون اعتبروا أن أهالي طرابلس فوتوا فرصة على استعين لإدرام نار الفتنة، مطالبين الأجهزة الأمنية بالتعاون فيما بينها وتكثيف الإجراءات الأمنية في محيط الجوامع والتجمعات الكبرى. وأكد المجتمعون على أنه لا بديل عن الدولة ولا بديل عن الأمن الذي توفره الدولة، ورأوا في الدعوات للأمن الذاتي وقوع في فخ الذين يريدون تغييب الدولة لصالح مشاريعهم الخاصة في تفكيك الدولة ووضع اليد عليها. وجدد المجتمعون الطلب إلى القوى الأمنية كافة للتعاون والتنسيق فيما بينها لفض الأمن والأخذ بلا هوادة على يد العابثين به والذين يحاولون النيل من هيبة الدولة، وكذلك إلى ضرورة ملاحقة المجرمين. وطلب المجتمعون وضع خطة أمنية تأخذ بعين الاعتبار خريطة الطريق التي وضعت في اجتماع السراي الحكومي في 8/5/2013، واتخاذ الإجراءات الوقائية أمام دور العبادة والتجمعات الكبرى. ودعا المجتمعون القوى السياسية كافة إلى تقديم التنازلات للوطن وتسهيل قيام حكومة تحكم وتقديم مصلحة الوطن على أي اعتبار. فأمن البلاد والإنقاذ الاقتصادي بانعكاساته المعيشية والاجتماعية مقدم على اعتبارات الأحجام والأوزان. ودعا المجتمعون إلى ضرورة الإسراع في مسح الأضرار والتعويض على المتضررين، معتبرين أنه بانتظار ما ستكشف عنه التحقيقات فإن المدينة ستكون أمام تحد كبير ستخرج منه بمزيد من التلاحم والعزم على التصدي لكل من يعبث بأمنها.
وفي معرض رشيد كرامي تعازن جماعية بشهداء طرابلس أقامها أهالي الشهداء بحضور فعاليات المدينة وزيارة مفاجئة للبطريرك الراعي. بدأ أهالي طرابلس صباح الأحد تلقي التعازي بمصابهم وبشهداء المدينة، ومن خارج التوقعات فاجأ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أهالي الشهداء بزيارة على رأس وفد من المطارنة الموارنة. أنا بدي أقول لكم باسم الكنيسة المارونية كلها، مصابكم مصابنا. أكان المصاب بالضاحية الجنوبية بيروت، أو كان المصاب هون في طرابلس، هو مصاب لنا كلنا. نحن في لبنان عائلة واحدة وجسم واحد متنوع، كل شيء بيصيب حدا بيصيب الجميع. بس بدي أقول لكل المسؤولين أصحاب السلطة والأفرقاء السياسيين، بدي أسألهم هل ما بيكفي كل هالدماء البريئة، كل هالشهداء، كل هالجرحى اللي سقطوا بطرابلس وبالضاحية؟ مش كافي حتى نتصالح؟ مش كافيين؟ هالثمن مش هالقد غالي؟ ما بيستحق هالثمن الباهظ؟ ما بيستحق يقعدوا سوا على طاولة يدعوا لإلى قام رئيس الجمهورية؟ نشكر لصاحب الغبطة تلطفه وتكرمه وتشريفه لمشاركتنا هذا العزاء الذي هو مصيبة الوطن جميعا، مصيبة نسيجه وعيشه ورسالته. صاحب الغبطة تخطى كل الأعراف إذا جاز التعبير، وكل الترتيبات، وكل ما يمكن من بروتوكولات، وغلبت العاطفة الجياشة في قلبه الواسع، وقدم إلى بلده وبلدته طرابلس ليكون مع أهلها وليتقبل العزاء، لأنها أيضا مصيبة على الجميع. ثم كانت للشيخ سالم الرافعي الذي نجا بأعجوبة من التفجير كلمة هادئة. أنا مع صاحب الغبطة، لابد أن نبني الوطن معا، ولكن هذا الوطن لا يبنى إلا على العدل، وإلا على الحق، وإلا على إنكار الظلم، وإلا لا تبنى الأوطان على الظلم ولا يقوم أساس لملكها. أهالي الشهداء يستمرون في تقبل التعازي في معرض رشيد كرامي الدولي في عاصمة الشمال. مسيرة صامتة في طرابلس بدعوة من قطاع الشباب في تيار المستقبل، تحية لأرواح الشهداء وردا على القاتل الذي أراد جر المدينة إلى جنون الفتنة. بهدوء وصمت رد أهل طرابلس على نباح الفتنة. مئات شاركوا في مسيرة صامتة بدعوة من قطاع الشباب في تيار المستقبل، انطلقوا من مسجد التقوى إلى مسجد السلام. المسيرة بشكل واضح هي رسالة للي فجروا، أنه هذه المدينة لن تركع، لن تسلم الشارع إلى الإرهاب، ولن تسلم الشارع إلى التطرف. هذا الشارع هو ملك الناس، ملك أبناء هذه المدينة، والجميع يريدون أن يقولون هذه المدينة لنا، لن نتركها لأحد. المسيرة الصامتة قالت الكثير، وشارك فيها عدد من وجوه المدينة كما من وجوه قطاع الشباب في تيار المستقبل. طرابلس كانت ولا زالت مدينة للسلام، مدينة للعيش الواحد، مدينة الوحدة الوطنية، بوابة الوحدة الوطنية. بالإضافة لنأكد على أنه نحن رافضين، مثل ما أهل طرابلس تماما رافضين ثقافة الموت، هني مع إرادة الحياة. ولنأكد أنه هذه التفجيرات كان المطلوب منا إثارة الفتنة، فالرد هو حنكون متمسكين أكثر بالوحدة الوطنية. قالت طرابلس ما تريد، وأعلنت فشل القاتل في تحويل الغضب الشعبي إلى آلة للحقد على الآخر في الوطن، وإلى سلاح يوجهه أهل المدينة إلى أنفسهم. واللافتة الوحيدة قالت، طرابلس لن تنجر إلى الفتنة. أعلن وزير الداخلية مروان شربل أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع الشيخ أحمد الغريب، مشيرا إلى أن استمرار توقيفه أمر يعود إلى القضاء وحده،
الذي يتولى التحقيق. وأوضح أن الأجهزة المختصة توصلت إلى رأس خيط بما يتعلق بمرتكب إحدى الجريمتين من خلال معرفة صاحب السيارة التي انفجرت أمام مسجد السلام، ولا تزال التحقيقات مستمرة لمتابعة هذا الخيط. وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل. الجيش يعزز انتشاره في طرابلس منعا لأي إخلال بالأمن. عززت وحدات الجيش اللبناني انتشارها في أحياء طرابلس، وكثفت إجراءاتها الأمنية بواسطة حواجز تفتيش ثابتة ومتحركة، وسيرت دوريات راجلة ومؤللة، وركزت نقاط مراقبة لملاحقة المخلين بالأمن وللتحقق من أي حالة مشبوهة. بدأت نتائج المسح الأولي للأضرار التي نتجت عن انفجاري طرابلس بالظهور، وبدأ يتكشف معها حجم الدمار الهائل في الماديات. عملية مسح الأضرار جراء الانفجارين الإرهابيين اللذين هزا مدينة طرابلس مستمرة. مع تقدم عمليات رفع الأنقاض والكشف عن الأضرار، تبين حجم الدمار الهائل في الموقعين. في الانفجار الأول الذي وقع قرب مسجد التقوى، وإضافة إلى الدمار الذي لحق بالمسجد، أصيب نحو 20 مبنى سكنيا تحتوي على 300 شقة و22 من المؤسسات والمحال التجارية، كما تضررت أكثر من 150 سيارة ومدرسة. أما انفجار جامع السلام الذي كان الأقوى فتسبب بتضرر المسجد بشكل كامل، ونحو 150 سيارة أيضا و36 مبنى سكنيا تحتوي على 380 شقة سكنية بينها واحدة احترقت بالكامل، بالإضافة إلى تضرر 40 مؤسسة من بينها 4 مطاعم أو مقاهي. الأضرار تتراوح بين الطفيفة والجسيمة، علما أن عدد الضحايا غير محدد بشكل دقيق لغاية الآن، نظرا للاحتراق الكامل لبعض الجثث ووجود أشلاء كثيرة مجهولة الهوية. من القصص الحزينة لضحايا طرابلس، محمد الكاج يبحث حتى اليوم عن والده بائع الكعك قرب مسجد التقوى وشقيقته ذي 12 عاما. هذا كل ما تبقى من ممتلكات تذكر بسمير الكاج أبو محمد أو أبو الطربوش كما يعرفه أبناء مدينته طرابلس. قطعة من عربة الكعك الخاصة به والتي كان يركنها كل يوم جمعة أمام مسجد التقوى. منذ يوم الجمعة الإرهابي فقد البائع الستيني وابنته إلهام ذات 12 من العمر، وما زال ولده محمد يبحث عنهما حتى اليوم، يجول قرب موقع الانفجار بحثا عن دليل كما يقول أو أشلاء قد تعود لوالده أو شقيقته. يا أخي أبي بيجي كل أسبوع لهون، كل جمعة بيصلي هون وبيبيع جنب محومس الأمين. صار الانفجار ولحقت انا رقدت وراهم ما لقيت حدا. ندور عليهم صرنا يومين ندور عليهم بالمشافي وجنب الجامع ما لقينا شيء. طلعنا على خامس طابق لقينا نص عربيته فوق ونص عربيته بالملعب بعد 300 متر. لقينا شحاطة اختي ولقينا شقفه من راسه ما عم بلاقي شيء. بنروح ننزل على المشافي بيقولوا لنا نروح على الدرك، بنروح على الدرك بيقولوا لنا نروح على الشرطة العسكرية، بنرجع على الشرطة العسكرية بيقولوا لنا نرجع على الدرك، عم يلعبوا فينا لعب بس. وما عم نلاقي شيء منه لهلا. يحبس محمد دموعه ويعلم في قرارة نفسه أن والده وشقيقته باتا في عداد الشهداء، وكل ما يريده كغيره ممن ما زالوا يبحثون عن أشلاء أحبة وأقرباء هو أن يتمكن من مواراتهم الثرى. هي قصة حزينة أخرى من مسلسل الوجع الذي لا ينضب في طرابلس. إلى ذلك دعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها وبغية التعرف على بقايا جثث الشهداء التي تم العثور عليها في موقعي التفجيرين، طلبت من ذوي أي شخص فقد في هذين التفجيرين التوجه إلى مركز قيادة سرية درك طرابلس أو مركز فصيلة درك التل لإجراء المقارنة من خلال فحوص الحمض النووي DNA.
بحث رئيس الجمهورية ميشيل سليمان في الاتصالات والمشاورات الجارية في شأن تشكيل الحكومة مع رئيس الحكومة المكلف تمام سلام الذي زاره أمس في القصر الجمهوري في بعبدة. معلومات ذكرت أن الرئيسين مصممان على تشكيل حكومة في وقت قريب، وسوف ينطلقان من صيغة 888، وإذا لم تنجح هذه الصيغة فقد يلجأان إلى صيغ أخرى، وهما لن يطفئا محركات التشكيل التي عادت للدوران بسرعة نتيجة الوضع الأمني الخطير الذي بلغته البلاد مع التفجيرات التي استهدفت الضاحية الجنوبية وطرابلس. واليوم يترأس الرئيس سليمان اجتماعا لمجلس الدفاع الأعلى في القصر الجمهوري في بعبدة لبحث الأوضاع الأمنية خصوصا بعد التفجيرات الأخيرة. قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في أحاديث صحفية أنه لا بد من فعل شيء ما لمنع الانزلاق إلى الأسوأ والحد من الانكشاف المتمادي على المستويين الأمني والسياسي، آملا في أن تكون المتفجرات المتنقلة قد أحدثت الصدمة الضرورية لإجراء المراجعة المطلوبة. وفي الصباحية بعد الفاصل، ثوار ريف دمشق يحررون مركزين استراتيجيين عند حاجز في القلمون. شككت الولايات المتحدة بمصداقية نظام الأسد حيال السماح لمفتشي الأمم المتحدة بتفقد مسرح مجزرة الغوطة الشرقية اعتبارا من اليوم، وهي الخطوة التي رحبت بها موسكو. وفي غمرة التحركات الغربية بحثا عن الرد المناسب على تجاوزات نظام الأسد، حذرت روسيا الغرب من ارتكاب خطأ تاريخي في سوريا بعدما توعدت إيران بعواقب وخيمة على واشنطن إذا تجاوزت الخط الأحمر. في إطار محاولات نظام الأسد لإظهار حسن نواياه بعدما لمس جدية الغرب للرد على مجزرة الغوطة الشرقية، توصلت حكومة بشار الأسد إلى تفاهم مشترك مع الأمم المتحدة يسمح للخبراء الأمميين الدخول إلى الغوطة للتأكد من قصفها بالكيميائي، على أن تتم هذه الزيارة اعتبارا من الاثنين. إلا أن العرض السوري الذي رحبت به موسكو اعتبرت الولايات المتحدة أنه يفتقد إلى المصداقية. وفي واشنطن، حيث يواصل الرئيس باراك أوباما البحث مع مستشاريه في خيارات الرد على تجاوزات الأسد، أوضحت الإدارة الأمريكية أنها تكاد تجزم الآن بأن حكومة الأسد استخدمت أسلحة كيماوية ضد مدنيي الغوطة. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند تحدث عن مجموعة من الأدلة تؤكد أن نظام الأسد قصف الغوطة بالأسلحة الكيميائية، واتفق مع رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون بشأن تدابير الرد الواجبة على هذا العمل الذي لا يمكن السماح به. التحرك الغربي الذي يبدو أنه جدي أكثر من أي وقت مضى استنفر حلفاء الأسد للدفاع عنه، فإيران توعدت بلسان قائد جيشها مسعود جزائري بعواقب وخيمة في حال تجاوزت واشنطن الخط الأحمر في سوريا. أما روسيا فحذرت الغرب من ارتكاب خطأ تاريخي في سوريا وتكرار مغامرة الحرب على العراق، معتبرة أن الولايات المتحدة تسير من دون رادع نحو الحرب في سوريا. إسرائيليا اعتبر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه لا يجوز أن تمتلك أشد أنظمة العالم خطورة أسلحة خطيرة. عربيا، دعت الجامعة العربية إلى اجتماع عاجل على مستوى المندوبين يوم الثلاثاء في القاهرة لتدارس الأوضاع الخطيرة في سوريا. وفي الفاتيكان، دعا البابا فرانسيس إلى إسكات صوت السلاح في سوريا، وأحض المجتمع الدولي على فعل ما في وسعه لمساعدة البلاد في إيجاد حل لحرب تزرع الدمار والموت. ميدانيا، وبعد أن حرر ثوار ريف دمشق مركزين استراتيجيين عند حاجز في القلمون، قامت قوات الأسد بقصف المنطقة بشكل عنيف في محاولة للتعويض عن خسارتها هذه. وفجرا استهدفت قوات الأسد بقصفها المدفعي منزلا سكنيا في حي الفردوس بحلب، أدى إلى سقوط عدد من الإصابات، كما تتساقط القذائف على مناطق عدة بريف حمص الشمالي. تزامنا تدور اشتباكات متقطعة بين الجيش الحر وقوات الأسد في حي المنشية بدرع البلد، فيما أعلن ناشطون سوريون مقتل أكثر من 50 شخصا أمس بنيران النظام.
أرجى القضاء المصري إلى 14 من أيلول المقبل جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك الذي مثل اليوم للمرة الأولى أمام محكمة جنايات القاهرة بعد إخلاء سبيله. كما أجل القضاء المصري محاكمة مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه بسبب غيابهم عن جلسة اليوم. يوم قضائي بامتياز شهدته مصر التي كانت مسرحا لمحاكمة مزدوجة في يوم واحد لأبرز رموز نظامي الرئيسين حسني مبارك ومحمد مرسي. ففي دار القضاء العالي بالقاهرة التأمت أولى جلسات محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي قبل تأجيلها إلى 29 من تشرين الأول المقبل بسبب غياب المتهمين. ويحاكم بديع والشاطر وبيومي بتهمة التحريض على قتل متظاهرين في نهاية حزيران الفائت، بينما يحاكم أعضاء آخرون في الجماعة بتهمة القتل أو استعمال القوة والتهديد. القضية محترقة، الدليل فيها محترق تماما، يعني مفقود الإسناد، مفقود تماما. هي استنبة اتحطت تحريض على القتل، للأسف اتلبست على كل قادة الإخوان. وفي أكاديمية الشرطة بالقاهرة عقدت سادس جلسات إعادة محاكمة مبارك في قضية التواطؤ لقتل متظاهرين إبان ثورة 25 من يناير 2011، ومثل مبارك للمرة الأولى أمام المحكمة بعد الإفراج عنه في قضية الفساد المعروفة بهدايا الأهرام ووضعه تحت الإقامة الجبرية في مستشفى المعادي العسكري. ووسط حراسة أمنية مشددة وصل مبارك إلى أكاديمية الشرطة بلباسه المدني وبرفقة نجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه. تزامنا أكد رئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي أن قرار إطلاق مبارك لا علاقة له بالمسار الديمقراطي الذي أعلنته الحكومة، ولا يعني أن الحكومة تعيد إنتاج نظام ما قبل ثورة 25 من يناير. وفي الختام يبقى التذكير بالعناوين. بلغت الكل تحيات رئيس عادل الحريري وكلمته كانت واضحة، مثل ما أنا دعمت صيدا بدي أدعم طرابلس. النائب هي الحريري تعلن من طرابلس الجريحة عن يوم وطني جامع في الأول من أيلول. ما بيستحق هالثمن الباهظ، ما بيستحق يقعد الصباح على طاولة يدعو إلى خير رئيس الجمهورية. تعازٍ مشتركة لأهالي الشهداء ومسيرة صامتة ترفض انجرار طرابلس إلى الفتنة. واشنطن تشكك بمصداقية سوريا حيال زيارة المفتشين إلى الغوطة، وروسيا تحذر الغرب من ارتكاب خطأ تاريخي. ختام النشرة، إلى اللقاء. كلمته كانت واضحة، مثل ما أنا دعمت صيدا بدي أدعم طرابلس. فتحنا أبواب اللهيب، أبواب جهنم على البلد.